أخبار اليوم. قانون المصري وهي اللي خرجت عن طريق قانون الاسم اللي ستك تفضلت اليوم ده كان في قانون الأسرة المصرية إن البعثات التي تأتي لعمل حفلة في مصر من حقها أن تقتسم 50% من الأسرة. ده في بدايته في أوائل القرن العشرين، وبعدين بدأت تقل النسبة إلى أن وصلت إلى 10% مشروطة سنة 83، وبعدين صدر قانون 83 ومنع الاسم. الشرعية الثانية الإتجار الشرعي، كان في إتجار شرعي في القانون المصري في الأسرة، وكان في المتحف المصري صار للمزادات، صارت المزادات المتحف المصري وكان بيع أسعار وبتشتري. واحنا كنا بنشتري الملك فاروق يشتري السيف بتاع بطرس الأكبر لما كنت في مصر أصلا عابدين. يعني ما نيجي نتكلم، لا ده كان قانون دولي متعرفه وحتى النهارده دوليا بره. احنا اللي منعناه لان احنا شفنا ان اثارنا اعلى من كده ورفضنا بالضبط. واتمنع سنه 83 برضه، يبقى الاتجار كان شغال سنه 83 والاسم سنه 83، فبالتالي اللي خرجوا لحد سنه 83 على الطريقتين دول خروج شرعي بالقانون بتاعه، كان قانون اثار مصر بيسمح بهذا. اثنين تانيين، نوعين تانيين اكتسبوا شرعيه. يعني ايه اكتسبوا شرعيه؟ يعني مش موجودين في القانون لكن خدوا صفه الشرعيه. اولهم التي الاثار التي خرجت بالاهداء من راس الدوله. كان الحاكم جه اشهر اهداء كان معروف السادات لا كان عبد الناصر. السادات اهداءاته كانت خفيفه. عبد الناصر انقذ اثار النوبه وبدا يهدي معابد. معبد دندور في 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 متروبوليتن، معبد تفر في ليدن، بوابه كلبشه في 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 برلين. انت عندك اثار خرجت بشكل ضخم. اهداء سعيد باشا، سعيد باشا سنة 1855 أملاه ده ما تبقى بالمتحف الأزبكية 721 أصل، كان المتحف الكامل اللي متبقى كان موجود في سرايا القلعة، أهداه لأرشيدوق النمسا ولي عهد النمسا ماكسيميليان. والمسلة المسلة بتاعت الكور في باريس دي أهداها محمد علي. لا وحتى في مسلة كان الخديوي إسماعيل في 1877 78 بالظبط، هذه قبل خديوي توفيق. بنتكلم على أهداءات راس الدولة، فبالتالي دي اكتسبت شرعية اللي خرج نفسه. لكن القانون برضه 83 منع ده، لان يعتبروا اهداء من لا يملك لمن لا يستحق، لان هو ما يملكش الاثار، هو يرقص الدوله بس ما نعرفش ان رجعها. ده نقطه مهمه جدا. رجعش. طب مع لا مع الوزير، هو اليونسكو بضغط او بالحاح من ولا حاجه. يعني هقول لك اما هكملك لحد يوصل للدنيا بس يا فندم علشان بس ايه، في سؤال يمكن الواقع مش مناسب نسمع واحد نخالف الواقع ولا نخالف القانون، لان معناه ان احنا هنضرب نار في الحيط من الاخر كده. عشان كده انا بحب اكون واقعي، لما حد بيسالني بقول له انا واقعي. نيجي للنوع الثاني اللي اكتسب شرعيه، هي الاثار التي خرجت طب صدور قوانين الاثار وحمايه الاثار. واغلبها الاثار اللي خرجت في القرن 19. السنه دي خرج بها شامبليون، السنه دي بعتها مارجريت لبرلين، السنه دي خرج بيها ليبسوس لبرلين. فانت عندك كم من الاثار دي خرجت، وكان خروج شرعي من المينا، يخرج بالمواني بتاعتك بالصندوق ومعروف ان في اثار. مش بس كده، كان الاتجار في البازارات بقى، مش بس وزاره مصلحه الاثار اللي كانت بتتاجر في المتحف، لا ده كان علما في جميع المحال التجاريه، وكانوا بيسموها محال العاديات، وكانوا بيبيعوا. فده اذا هنا برضو اكتسب شرعي. بصدور قانون، بصدور اتفاقيه اليونسكو 1970، بدات هنا منع الخروج للاثار الا بموافقه بلدها. من هنا بقى تبدا تاخد استرداد الاثار، على الرغم ان احنا استمرنا بيع الاسترداد اللي تم اللي خرج بشكل غير شرعي. هو كان في توصيات لازمه للدول الاوروبيه بيع. انا سمعت في حلقه 70 من بعد 70 مش قبل 70 قبل 70 بس كان لها شروط برضه، ان هي ان الدوله تثبت احقيتها في الاثر اللي خرج حتى لو ما سجلش، حتى لو ما سجلش تقدر تثبته. اثبت. احنا بقى رجعنا، انا وانا في المتحف المصري 2001 مرجع الجزء السفلي من تابوت اخناتون. كان بدأ الدكتور محمد صالح وعاد في وقتي انا، وده لانه كان مسجل وهو خرج ما بين سنه 1915 و 1935 قبل تفيد بنسبه، لكن عشان مسجل عندك تقدر تستنده لانه يعني خرج بشكل غير شرعي. اما الغير مسجل فده بقى بيحصل فيه لعب كبير قوي. بيحصل نوع من غسيل الاثار زي غسيل الاموال.
الأثر يخرج بعد 70 سنة، يخرج دولة لدولة تانية لدولة تالتة، من خلال الثلاث دول دول يكون اتعمل له ورق إن الأثر خرج قبل 70 سنة. ده ما تشيت دي سيد الأثر الشرعية خلاص ف يبدأ بالشكل ده. الأثر ظهر إن هو خرج قبل 70 قبل انتفاء النسوان، ما بتعرفش تستنده، وخاصة لو ما عليهوش رقم معناه انه مش مسجل، هتثبت ازاي ده؟ مش ممكن. فده اللي بيحصل. ومع ذلك احنا بنسعى لاسترداد جميع الاثار التي خرجت بشكل غير شرعي. السنه اللي فاتت الحمد لله حتى الان انا رجعت حوالي 722 اثار حتى رجعنا خلاص حوالي امبارح الاثنين كان 720 الاسبوع اللي فات. ها؟ دول رجعوا اغلبهم من الاثار الغير مسجله وخرجت خلسة، لان احنا دلوقتي بقى احنا ناخد دعم من جميع دول العالم وخاصه الدول الكبرى ومن اشهرها المانيا. المانيا رجعت في الفتره اللي فاتت اثار، حتى وانا في المكتب وانا هناك قبل ما ارجع قبل ما اجي وزير كان طبعا عشان هم عارفين ان انا كزميل ليهم، لقيت متحف كان بيتصل بيا، متحف لابسك اتصل بيا مرتين، متحف بوند اتصل بيا مره ورجعوا لي كل مره حاجات ورجعت بيها بشكل ودي. حتى لما رجعت انا كمان بالظبط، ولما رجعت انا حتى كنت راجع بالاثار، فحد بكلمته الحمد لله هذه الاثار عادت بالتليفون بمكالمات تليفونيه بيني وبين الناس، نزلوا تريقه عليا في الدرايه واشتغلوا سخن كده